السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله مساكم مشاهدي الكرام بكل خير. يقول الله سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. شوفوا سبحان الله، الناقة والدة لها يومين، ومن خوفها على ولدها قامت بهالوضعية، تضع يد يمينه واليد الأخرى عن شماله وحاطته في هذا الوضعية خوفا عليه. سبحان الله العظيم اللي وزع الرحمة حتى على البهائم.